خمسة دقائق هذه في الساق. إضرابات الأساتذة المتعاقدين، نسأل الله أن يوفقهم. وتنكب الحكومة عن مسألية التوظيف العمومي ويتحول إلى تعاقد، هذا أمر مضر طبعا بالعملية التربوية التعليمية ككل، لأن الأستاذ إذا لم يكن مطمئن على مستقبله ويكون مستقبله بيد مشغله لا يمكن أن يؤدي وظيفة التعليم. ينبغي للمعلم وللأستاذ أن يكون مطمئنا على مستقبله من خلال توظيف في أسلاك الوظيفة العمومية حتى يؤدي وظيفته، ونحن معهم على هذا الأمر. هذا من مطبات هذه الحكومة وهالشلة اللي كذا.